السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الأعزاء في برنامجكم دورات رمضان، وتقبل الله صيامكم وغفر لكم ذنبكم في هذا الشهر الفضيل. ويا مرحبا بكم معنا اليوم وضيف عزيز وغالي على الجميع، الكابتن والأب لنا جميع، الكابتن ماجد الصايغ، لاعب منتخبنا الوطني سابقا والنادي العربي. مرحبا بك يا أبو محمد، وشرفنا في وجودك اليوم معنا في الحلقة الرابعة من دورات رمضان. الله يسلمك، وأنا سعيد جدا أن أكون معكم موجود في دورات رمضانية، وكما تعودنا في يعني السنوات السابقة أنه تستضيف. يا مرحبا، كل عام وانتم بخير يا إيبا، والله يتقبل منه ومنك من جميع المسلمين إن شاء الله. من جميع المسلمين، ونهني أمير البلاد المفدى، وكذلك الأمير الوالد، وكذلك نائب الأمير، وأخوانا وأنجالهم كلهم، والشعب القطري والمقيمين والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك إن شاء الله. الله يحل علينا بالخير واليمن والبركات إن شاء الله تعالى. شلونك يبقى مع رابع أيام رمضان؟ والله الحمد لله أنا متعود، يعني لأن أنا حتى في الفطر أصوم، يعني أصوم ساعة 2 وخميس، وساعات طبعا أصوم 13 14 15. الله يثبتك إن شاء الله، والله يتقبل منا ومنك من الجميع إن شاء الله. شلون أجواء رمضان يبا؟ شلون أجواء رمضان معاك؟ شلون الدورات، اليمعات، الطلعات، الأجواء الروحانية اللي نشوفها نعرفها احنا في رمضان؟ والله تعرف مثل ما تقول، يعني رمضان دائما يعني يحفك بالروحانية، يحفك بال يعني بشكل آخر، يعني تشوف البلد كلها تتغير، الناس نفوسها تتغير. صحيح. يعني هي مباركة رمضان طبعا، طبيعة رمضان كلها مباركة مثل ما قلت، يعني كل شيء طيب، كل شيء خير في رمضان. والجميل اللي نشوفه احنا حتى الرياضة في رمضان، هاي نتكلم عنه احنا معكم محمد ان شاء الله. نعم. راح نتكلم عن الرياضة وعن دورات رمضان مشاهدينا الاعزاء بعد فاصل صغير ان شاء الله. الرياضة في رمضان مثل ما ذكر ضيفنا أبو محمد، ربما يعني أجمل ما في رمضان هو الحركة الاجتماعية اللي نشوفها إحنا في هذا الشهر الفضيل. طول السنة يمكن كلنا مشغولين بدواماتنا، بشغالنا، يعني اللي مشغول مع أسرته واللي مشغول مع أهله، ولكن الحلو في رمضان نشوف إنه نرجع نتيمع إحنا في رمضان، نروح الميالس، نزور اللي من زمان ما شفناه. يعني هذا اللي يعطي رمضان طعمه، وخصوصا في الدورات الرمضانية أبو محمد اللي ترجع تجمع أهل فريج، أهل المنطقة، تجمع الربع أنهم يعني يتجمعون ويحضرون ويشاركون في مثل هالبطولات الرمضانية. أحيانا طول السنة ما تشوف يعني حد من هلك، حد من ربعك، أحيانا طول السنة ما تشوفهم، لكن في رمضان تشوفهم. سبحان الله. يا أما في الغبقات، يا أما في يمعات. طبعا الفطور، يا أما في اليمعات اللي مثل هذه الرياضية، يا أما في الملاعب، مختلف الملاعب الرياضية، خاصة أنت عارف يعني في رمضان الحين هالأيام أو هالسنين هاي رمضان عدة ألعاب، يعني مش مو مقتصر على كرة القدم فقط، لا ألعاب كثيرة، يد، سلة، طائرة، تيكواندو، شطرنج. نعم. شفنا كل يعني كل احنا في لفتنا. نعم. كابتن نشوف ألعاب مختلفة. نعم نعم. بمهرجانات مختلفة، بدورات مختلفة. وبعدين حتى كرة القدم يعني مو بس 11 ب11، في الخماسي وفي الثلاثي وفي السداسي وفي السباعي، حصل موجود يعني في الفرجان وفي الأماكن الأخرى، يعني ملاعب أخرى إن شاء الله. أتمنى من اللي ما شارك يعني في بطولات أو دورات رمضانية هذه السنة إن شاء الله يعني
يتشجع تونا في بداية هذا الشهر الفضيل، وممكن أنه يروح يمشي. سباير طبعاً تنظم دورات للمشي اللي حاب أنه يتمشى أو يمارس لعبة الجري، أو ممكن أنه يسجل في الجيم. جولتنا اليوم مختلفة، جولتنا طبعاً راح تكون بداية مع ملاعب سباير مثل ما عودناكم، وبطولة الكأس الرمضاني اللي كنتم تابعت هذه المباراة على الكأس 2 مع زميل عبد الهادي الإسهلي، ومباراة بين المعمورة والجريان إلى الآن الشوط الأول، وتوها بادية المباراة 0 لكل فريق. أتمنى إن شاء الله توفيق للفرق، ونشوف المستوى العالي من التنظيم اللي قمنا نشوفه في مثل هذه البطولات. ومن استاد الدوحة، إيش عندنا اليوم استاد الدوحة؟ النتيجة 0-0 النتيجة الآن، وهي بطولة من البطولات العريقة اللي أكيد أبو محمد له ذكريات فيها، يمكن اللي هي بطولة صالح صقر. صالح صقر الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. راح نرجع لك محمد، لكن نأخذ جولتنا السريعة. ومن بطولة الشرطة والملاعب الخارجية بنادي السد، هي بطولة الأفراد والضباط، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في هذه البطولة. وجه رسالة شكر يعني لوزارة الداخلية على تنظيمها مثل هذه البطولات اللي تجمع في نهاية المطاف ربما زملائهم في نفس المظلة، ولكن يمكن ما يشوفون بعض لفترة طويلة، وهذه فرصة للبطولات أنها تجمع وينافسون بعضهم منافسة شريفة ومارسة الرياضة في نهاية المطاف. ومن وزارة البلدية والبيئة الملاعب الخارجية بنادي السد أيضا عندنا بطولة، بطولة الشرطة أيضا تقام في ملاعب السد، نتمنى لهم إن شاء الله توفيق ورسالة شكر لهم. ونختم في جولتنا مع قناة الكاست. قناة الكاست طبعا مشكورة برئاسة الأستاذ الأستاذ عيسى بن عبد الله الهتمي أبونا جميعا على إقامة هذه البطولة بنسختها الثالثة، دليل على نجاح هذه البطولة. وصاحب الفكرة الله يرحمه فيصل الخالدي الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله، نسأل هذه الفرصة أن ندعو له في هذا الشهر الفضيل. البطولة تستمر بنسختها الثالثة، واليوم كان افتتاح هذه البطولة، هي فرصة أيضا جميلة بكل أمانة. يعني نشوف إحنا في قنوات الكأس نشوف زملاء لنا في الآي تي المعدين المخرجين، يعني يمكن ما نتواصل معهم بشكل مباشر، ولكن فرصة في هذه البطولة الكل يتجمع. وأنا حضرت افتتاح وكان افتتاح جميل، يعني يوم نشوف الكل مجتمع في مكان واحد. نتمنى إن شاء الله أن تستمر مثل هذه البطولات، وندعو أيضا جميع المؤسسات أنها يعني تقيم مثل هذه البطولات الداخلية للموظفين. وشفناها أيضا، شفنا أمس وزارة الاتصال والمواصلات اللي قامت بطولة للموظفين. مراسلينا موجودين الحين في البطولات ولا نرجع لهم بعد شوي؟ يلا نرجع لمراسلينا. وأبو محمد، صالح صقر البطولة الأقدم عندنا في دولة قطر. والله يعني هذه البطولة أنا لعبت فيها طبعاً، بطولة لعبت فيها وبداياتها لعبت في البطولة هذه، وكانت بطولة حقيقة يعني ممتازة، وأخذنا فيها البطولة. خدنا المركز الأول، ولعبنا في بطولات أخرى. تذكر السنة أبو محمد؟ بطولة نجمة كان أيامها بعد. تذكر سنة كم؟ والله سنة كم صعبة تذكر زين، يمكن زين. في السبعينات يعني. رجعك احنا كابتن مع بطولة صالح صقر مع زميلنا صالح العبد الله المتواجد في استاد الدوحة. صالح مساك الله بالخير، وافتقدناك أمس صالح. علوم البطولة اليوم رابع يوم رمضان مع بطولة صالح صقر. ما تفقد غالي يا إبراهيم، أمسي عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى متابعي قنوات الكاس الرياضية. نعم، في بطولة صالح صقر اللي صار لها تقريبا 45 سنة، هذه النسخة 45، معاي ولده صقر، صالح صقر مدير البطولة. رحب فيك على قناة الكاس. اليوم البطولة 45 سنة، نشوف فيها تطوير من ناحية التسجيل من الفرق، 16 فريق ما شاء الله، 4 مجموعات. اليوم ختام الجولة الأولى. أول شيء مسي على الموجودين كلهم بالقناة. البطولة صالح الحين 45 سنة، من أقدم البطولات في الشرق الأوسط، والحمد لله مثل ما تشوف البطولة ماشية 45 سنة، ولليوم إن شاء الله بتستمر يعني ورا والسنين الجاية بإذن الله. شو الفرق بين هالبطولة والبطولة السابقة؟ يعني اليوم أنا أشوف ما شاء الله البطاقات، سويتوا بطاقات حق اللاعبين تسجيلهم، شلون كان الإقبال على هذه البطولة بشكل؟ إقبال كبير، لكن محكومين بالوقت، فإننا نأخذ 16 فريق ما نقدر نزيدهم عشان نخلص قبل العشر الأواخر. مستوى الفرق
تغير أو نفس ما هو؟ في ناس يمكن طورت من مستواها. لا تغير، صار يعني الكل يشارك، مو بناء على حد معين ولا فئة معينة من الجاليات، كل الجاليات تشارك وفيها تنويع من الفرق والجاليات كلها. معينة أنتم مقتصرين عليها في المشاركة في هذه البطولة أو مفتوحة لكل الفئات؟ مفتوحة إلا اللي مسجلين في أندية هذه، لا أما أي واحد مش مسجل يقدر يشارك في البطولة. لكم التوفيق، شكرا. إن شاء الله، مرحبا ومع السلامة. مرحبا. إذن إبراهيم، صراحة 16 فريق، يمكن اليوم تونا مخلص المباراة هذه الجالية السودانية مع أنصار جالري، مباراة كانت قوية، الجالية السودانية يمكن فازت بهدف واحد من دون رد، لكن المستويات فرقت، كل فريق قام يدعم فريق ثاني، يعني يمكن في بعض الفرق تشارك فريقين في المجموعات، يمكن تشوف عنده فريق في المجموعة الأولى في فريق في المجموعة الثانية، يعني في تطوير في المسابقة، في تطوير في هذه البطولة بصراحة. هذا اللي عندي يا إبراهيم، أرجع لك بالصوت. قواك الله يا صالح، لكن أبو محمد يقول لك المستوى قبل كان أحسن يعني من الحين، رغم أن الإمكانيات الحين أقوى وأكثر يعني، وتطور وحشيش وكاميرات وتغطية كبيرة، ولكن أبو محمد شارك يعني قبل سنوات وبداية هذه البطولة، ويقول لك المستويات كانت أقوى يعني. اسأل ولد صقر فيها. يعطيك العافية يا صالح، قواك الله. أبو محمد قبل كانت تقول أقوى يعني كمستوى، يعني يا كمستوى كان أفضل عن بس ما كانت عندكم هالإمكانيات، تشوف يعني الإضاءة والكوار يعني والحشيش والملعب مخطط. صحيح يعني، وحتى الملعب عشبي حشيش، لكن الأول كنا نلعب على ملعب ترابي. الحين يلعبون على سد دوحة، وين كنتوا تلعبون قبل؟ لا كنا نلعب في مدينة خليفة، في مدينة خليفة وين المرور القديم إيه؟ اللي في مدينة خليفة الشمالية، وبالش اسمه في الشمالية إيه؟ في ملعب، في الملعب هني في ملعب هني كان هناك إيه؟ نلعب هناك كنا، فيعني كان فيه لعيبة عندهم مهارات، لعيبة كان في مشجعين يجونك يعني كانوا من الفرجان نفسه، يعني في اختلاف شوية يعني، في واحد يحاور لاثنين ثلاثة، في واحد يعمل حركات شوية يتفنن يتفنن، ف من هناك يجون كشافين تطلع المواهب ياخذون، ايوه ياخذون لعيبه من هناك كانوا. جميل، ارجع لك ابو محمد، وايضا المشاهدين يمكنكم تابعت على شاشه ان بطوله الوجبه ايضا عندنا تغطيه لهذه البطوله، البطوله ما زالت مستمره طبعا في يومها الثالث، ونتمنى كل التوفيق ان شاء الله. طبعا الوجبه من البطولات اللي تلقى اهتمام واقبال كبير، نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. ابو محمد، دائما تكلمنا عن بطوله صالح صقر والمواهب اللي فيها، اليوم البطوله تقام على استاد الدوحه، شو الذكريات اللي لك في استاد الدوحه؟ والله طبعا استاد الدوحه يعني قضينا عمر كبير فيه، سواء مع النادي او مع المنتخب حقيقه يعني، وبالذات مع المنتخب يعني لين سنه 79. على فكره بس يوم ابو محمد يتكلم انه ماضي، ترى ابو محمد اصغر لاعب لعب عندنا في الدرجه الاولى واصغر لاعب شارك في المنتخب، وانا سمعت كابتن انه طردوك المنتخب لانك صغير كنت، مو كعمر يعني كحتى حجم. كم كان عمرك؟ والله كان عمري 15 سنة. ما شاء الله 15. كنت فريق الأول. لعبت فريق الأول 15 سنة. مع من كنت أول ما وصلت فريق الأول؟ فريق الأول في الوحدة طبعاً، أول شيء لعبت في الشباب حوالي 4-5 مباريات، وبعدها رفعوني في دوري الكاس ألعب في الدرجة الأولى ضد فريق الخور اللي هو التعاون كان زمان، ولعبت وشافوني لاعب يعني زين. خذوني المنتخب قبل لا يرفعوني في الدوري العام إلى الدرجة الأولى. خذوني المنتخب. وليش طلعوكم منتخب؟ كان لا، هو الله يسلمك أنا اللي ما بغيت. ليش؟ لأن كنت صغير، وين أروح؟ كان بيروحون العراق البطولة العربية، وفي فطاح الكبار وفي كل، وأنا كنت صغير وضعيف، وين أروح من بين هذيلة؟ إنه الموسم لك. الله يحفظك يا بيبا. فما رحت الحقيقة، ويعني في ناس نصحوني إن بعد ما أروح ما رحت يعني. خلك كم سنة إن شاء الله وعقب. لا عقبها على طول دورة الخليج الثانية في السعودية على طول. خلوني المنتخب مرة ثانية وشاركت يعني، بس ما لعبت، ومن بعد هذاك اليوم وأنا ألعب في المنتخب أساسي. ما شاء الله، الله يطول في عمرك يا رب. زين، والاستاذ الدوحه ذكرياتك فيه؟ والله ذكريات حلوه وزينه، ويعني تعرف قضينا عمر في استاد الدوحه نتمرن ونلعب مباريات سواء مع المنتخب سواء مع النادي حقيقه يعني. واول طبعا اول ملعب كان عشبي في الخليج كله، اكيد اول ملعب كان عشبي في الخليج يعني. قطع كان سباق يعني في الرياضه وما زالت احنا في الرياضه
من زمان سباقين، مش يعني تونا، الحين ومن زمان سباقين حقيقة في كل شيء يعني الحمد لله. الله يطول في عمرك يا رب. عندنا عبد العزيز الباء أهلي مراسلنا متواجد في بطولة الكأس الرمضانية اللي تقام على ملاعب سباير بسعود، مساك الله بالخير يا بسعود، يا مرحبا بك معنا في رابع حلقة من الدورات رمضان. شو اللي عندك اليوم في بطولة الكأس أو شو الجديد في البطولة اليوم بيومها الرابع عندك يا بسعود؟ الله يمسيك بالنور السرور يا أخوي إبراهيم، في البداية مسا عليك وعلى ضيفك والمشاهدين الكرام. بالتأكيد مثل ما ذكرت بطولة الكأس الرمضانية لكرة القدم مستمرة اليوم الرابع، إذن أكيد عندنا لقاءات جديدة اليوم. جمعت أول لقاءات اليوم ما بين فريق المرونة وفريق مدينة خليفة وانتهت بفوز فريق المرونة 2-1. ثاني لقاءات اليوم الحين المباراة شغالة وراي مثل ما تشوفه، اللي تجمع ما بين فريق المعمورة وفريق الجريان. آخر مباراة اليوم ويمكن خلينا نقول إنه أقواها ما بين فريق الوجبة وفريق قناة الكأس. خلنا قبل ما نتحول على باقي المباريات وعن باقي اللقاءات اللي شغالة الحين واللي باقي آخر مباراة عندنا لهذا اليوم، بنتكلم عن أول مباراة وعن مشاركة بعض اللعيبة لهذه المباراة مع أخوي أحمد جاسم المحمدي لاعب فريق المرونة. الله يعطيك الصحة والعافية يا أخوي أبو جاسم، في البداية مسي عليك بالخير. لو تكلمنا عن مشاركتكم في هذه البطولة، عن مباراتكم اليوم، عن البطولة الرمضانية هذه بشكل عام. بشكل عام أحب يعني أشكر قناة الكأس، صراحة تنظيم رائع. يعني إحنا كلعيبة يعني ما حس ان بيت يكسر من المنظمين صراحه، كل شيء مهيئ من يعني من غرف تبديل الملابس، من الملاعب، يعني حتى ما شاء الله ارضيه الملاعب احسن من ارضيه ملاعب بعض الانديه. احنا يعني مرات نلعب في الانديه زين في ملاعب تدريب، يعني الحشيش شوي يبي له يعني تهيئه اكثر، بس هنا ما شاء الله يعني ملاعب سباير يعني الحشيش لا يعلى عليه، يعني حق ملاعب محترفين لا اله الا الله يعني. وبشكل عام يعني احنا كفريق المرونة هالسنة ما شاء الله يعني فايزين في المباراة الأولى والحين فايزين يعني فزنا في المباراة الثانية. بشكل عام يعني تقريبا ضمننا التأهل زين، اللعيبة كلهم ما قصروا يعني حتى الاحتياط ما شاء الله يعني كلهم يلعبون بنفس الروح، كانهم كلهم يعني فريق واحد، وحتى في يعني بعض الجماهير اللي ما شاء الله ما قصروا وحضروا وشجعونا، ويعني احب اشكركم بشكل عام. الله يعطيك الصحه. انت تقول ضمنت التاهل بس في عندك وراك مباراه تجمع ما بين المعموره والجريان الحين تحكم تاهلكم للحين. احنا يعني ما ضمننا التاهل يعني، بس بشكل كبير يعني ان شاء الله يعني نتيجه هالمباراه هي اللي بتحكم علينا اذا تاهلنا. حتى لو تاهلنا يعني احنا بنلعب المباراه الجايه عشان نفوز ان شاء الله، وان شاء الله يعني اذا تاهلنا للدور الجايه ان شاء الله بنشوف يعني بنتقدم خطوه بخطوه، فاذا كان لنا نصيب ان شاء الله في البطوله يعني ان شاء الله بناخذها. احنا يعني لاعبين عشان البطوله باذن الله، في فرق وايد قويه يعني احنا يعني مثل ما شفنا المباراه الاولى بصعوبه فزنا على الجريان، واليوم حتى بصعوبه فزنا، فكل المباريات صعبه، فاحنا يعني ما نضمن حتى لو تاهلنا ما نضمن الكاس، بنلعب ان شاء الله باللي نقدر عليه وان شاء الله الله يوفقنا باذن الله. باذن الله. انت ابو جاسم ما شاء الله عليك اشوفك وايد داخل بحماس، يعني صدق تبغون البطوله منافسه مش بس مشاركه. خلينا نطلع شوي من اجواء المباريات والبطولة، ايش رايك في بطولة مثل هالبطولة في وقتها مثلا في رمضان بدل مثلا القعدة في المجالس او القعدة مثلا بدون على قولتهم شغلة مشغلة عندك شيء تسويه هنا تجي تشارك فريقك في بعض المباريات اللي موجودة هنا، شلون تشوف بطولة مثل هالبطولة في وقت رمضان؟ نعم يعني شوف يعني البطولة في رمضان احنا نعرف يعني وقت الصبح اكثر الناس يكون يعني في وضع خمول، يعني حتى مثلا بعد الفطور الناس عقب ما ياكلون يعني يثقلون، وبعد التراويح ويعني بعض العالم يثقلون او بعضهم يروحون المقاهي فيقعد بدون شغله ولا مشغله، فالرياضه حلوه عرفت، فاحنا يعني بشكل عام لما نيجي نلعب كوره زين فننشط الجسم، فالجسم يحتاج الى هالنوع من الرياضه زين، فاحنا بعد في دوله قطر يعني دوله قطر شجع الرياضه زين، هاي بعد يعني حافز ان شاء الله حق كاس العالم 2022، فاحنا نطلع ان شاء الله مثال يعني صوره حلوه حق دوله قطر ان شاء الله، فالعالم حتى ممكن يستفيدون من دوله قطر، يعني احنا حتى نشوف بعض دول الخليج عندهم نفس البطولات، فهاي شيء يعني شيء ايجابي انا اشوفه، وكل الدول تحتاج انه للممارسات الرياضيه من فتره لاخرى. الله يعطيك الصحه والعافيه اخوي ابو جاسم، وان شاء الله فالكم التوفيق ان شاء الله في هالبطوله وفي مباراه الجايه. الله يسلمك. تسلم. اذا اخوي ابراهيم هذا كان لقائي مثل ما شفت مثل اخوي احمد جاسم المحمدي لاعب فريق المرونه. يمكن قلت لك بنرجع عن باقي المباريات، عندنا لقاء قوي في
آخر مباريات اليوم يجمع ما بين فريق الكاس وفريق الكاس وفريق أيضا عندنا فريق الوجبة. طبعا الكاس مثل ما تعرف تدريباته كانت من فترة طويلة من قبل تسبق البطولة حتى بشكل عام، ناويين فعلا المحافظة على لقب هذه البطولة، لكن بعد ما نخفي سر أن الوجبة أثبت أنه فعلا منافس قوي لفريق قناة الكاس بعد فوز الأخير اللي حصل على 6 أهداف وحافظ على الشباكة النظيفة. هل اللي عندنا حاليا نتمنى طبعا التوفيق لكل الفرق ونرجع لك بالصوت والصورة. قواك الله يا أبو سعود، يعطيك الصحة والعافية. فعلا نشوف في بطولة الكاس الرمضانية إقبال شديد ومنافسة قوية على هذه البطولة، تشوف أن الفرق تعد مسبقا للمشاركة في بطولة الكاس، فعلا مستوى فني عالي. والجميل أن احنا قمنا نشوف يعني بعد ما البطولة أخذت صيت وانتشار واسع، نتكلم على 11 سنة تنظم قناة الكاس هذه البطولة، نشوف أن كل سنة عندنا فرق جديدة، أسماء جديدة، شباب جداد يشاركون ويقدمون لنا مستوى طيب. واحد الفرق هذه اللي كانت ندلي قناة الكاس اللي فازت في على قناة الكاس فازت في هذه المباراة على فريق لوسيل 1-0، لأن لوسيل فعلا من الفرق اللي تحترم وعندهم لاعب مميز اسمه حمد، تعرفه يا أبو محمد؟ حمد طبعا حمد ابني يعني يلعب مع ولدك فريق لوسيل، الله يحفظه يا رب. يلعب فريق قوي صراحة. متى يحضر ولدك متى فريق لوسيل متى يحضر المشاركة؟ والله هم محضرين ما أدري بالضبط متى، لكن أنا أدري أعرف حمد دائما يتمرن يعني ما شاء الله دائما يتمرن، بعدين هو موجود في كلية الشرطة ضابط عند اللياقة يعني ضابط هناك والحمد لله. في بطولة للشرطة هو دائما يشارك في بطولة الشرطة هذه بعد مشارك بعدها الدفاع وزارة الدفاع سنة. حلو حلو يوم نشوف أن اللاعب مهتم هو حتى في رمضان اللي راح بعد مشارك كان وماخذ أحسن لاعب وهداف البطولة ما شاء الله على أبوه طالع والله نقول الحمد لله ما يعني. شبه أبوه ما ظلم نقول الحمد لله الحمد لك الله يخليك يا رب إن شاء الله يبلغك في طبعا جولة سريعة نذكركم فيها مشاهدين الأعزاء بتغطيتنا اللي راح تستمر إن شاء الله في رمضان لدورات رمضان التي تقام يعني في دولتنا الحبيبة قطر. وجولتنا راح تكون بداية مع تذكيركم لبطولة سباير وبطولة الكأس الرمضانية طبعا التي تقام على ملاعب سباير، والمباراة الآن 0-0 بين المعمورة والجريان. لله الحمد نشوف تنظيم ومشاركة واسعة من جميع الفئات في هذه البطولة. أيضا عندنا من بطولة صالح صقر استاد الدوحة، معيش مخرجنا نروح استاد الدوحة وشي من عرق البطولات اللي نحب نتكلم عنها يعني. يلا نشوف استاد الدوحة وبطولة صالح صقر اللي لها ذكريات يعني كثير عند وايد من الناس يعني شاركوا فيها، منها طبعا ضيفنا اليوم أبو محمد اللي شارك في النسخات الأولى من هذه البطولة. والله هي بطولة طبعا معروفة وقديمة ولها ولها لها في مكان يعني عند أهل قطر يعني عندنا كلنا، وطبعا كانت هي بطولة وكان في بطولة نجمة كان في بطولة في نجمة كانوا يتنافسون، بعدين هذيك البطولة خلاص وقفت بس هي غطت عليها صالح صقر. لا هي استمرت على ما تقول هي استمرت وفعلا والحلو كابتن نشوف جيل ورا جيل يعني نشوف ولد صالح صقر اليوم يمسك البطولة ومنظم هو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، فبيض الله وجههم يعني بيض وجه هذا المنزل اللي البطولة هذه تستمر اللي مخذاها كتراث يعني اللي وتاريخ يعني العائلة وفي تشجيع من الدولة لهم بعد في تشجيع الحمد لله معطينهم ملعب يلعبون عليه البطولة وكل حاجة يعني الحمد لله الدولة تشجع الرياضة دائما الحمد لله تشجع الاستمرارية في الرياضة جميل. يعني قطر ما شاء الله تبارك الله مثل ما ذكرنا سباقة وتهتم يعني في ممارسة الرياضة وتحفز إن شاء الله وتدعو الجميع لممارسة الرياضة. عندنا بطولة الكأس وانطلاقة هذه البطولة للبليار طبعا المقامة في قنوات الكأس وهي بطولة داخلية صالح وماجد العلي متقدم طبعا ماجد بواحد صفر. والله مواهب عندنا يعني احنا في القناة بأمانة يعني مواهب ما شاء الله يعني الله يوفقهم إن شاء الله. لفتة سريعة ولنادي السد والملاعب الخارجية لنادي السد وبطولة الشرطة، وهذه لقطات حية طبعا من بطولة الشرطة في نادي السد. وآخر لفتة عندنا من ملعب الوجبة وبطولة الوجبة أيضا من البطولات العريقة أبو محمد اللي لها صيت ولها إقبال كبير. والله يعني في لها جمهور واسع وفي لها إقبال كبير مثل ما قلت، واللعيبة يحبون يلعبون في الوجبة لأن مستوى كابتن مستوى أبو محمد مستوى نعم عالي تطلع لأن فيها لعيبة حقيقة ممتازين و صراحة فيه يعني الحين صار فيه كشافين في الوجبة
يشوفون اللعيبه ترى حتى في الكاس بطوله الكاس والله في كشافين ويشوفون ويحضرون هذه البطوله وفي لعيبه يطلعون من البطولات يعني الرمضانيه هذه هذه البطولات الثنتين حقيقه من البطولات القويه جدا فيها لعيبه يعني ممتازين جدا حقيقه جميل. بطوله الكاس وبطوله الوجبه جميل هذه طبعا كانت يعني لمحات من البطولات اللي قاعدين نغطيها احنا في برنامجنا مثل ما وعدناكم طبعا راح نستمر اكيد في تغطيتنا المستمره لهذه البطولات في شهر الخير وشهر ان شاء الله يكون صحه والرياضه على الجميع ندعو الجميع ان يشارك في شهر رمضان لممارسه الرياضه عندنا تقرير يعني ارجع لكابتن نبي نشوف بطوله الضباط وش صار معاهم يعني نشوف تقرير بطوله الضباط اللي شفنا طبعا استمراريه بطولتهم على ملاعب السد نشوف هذا التقرير عدا لمعد الحلقه البطوله هذه الجديد فيه ان 15 فريق مشارك معانا بالاضافه الى وحدات من برا اللي هو عندنا ثلاث فرق جونا اللي هو الأخوية والكلية العسكرية والمعهد الشرطة طبعا هذا إضافة لنا بالإضافة إلى الوحدات القوات اللي عندنا بطولة مثل هذه البطولات تجمع تخبر جميع القطاعات العسكرية في الدولة نلتقي فيها بأخواننا فيها كثير من الأمور اللي تعود بالنفع على الشباب القطريين وبالذات على نحن اللي ممارس الرياضة بشكل دائم الحمد لله على كل حال كل شيء كان ممتاز داخلين عيننا على النهائي على الكاس إن شاء الله فيها فرقة قوية نحسب لها حساب لكن كل واحد يأخذ اللي له قدمنا كل اللي قدرنا عليه ولكن شوي كان تدري أول مباراة في البطولة شوي فيها شوية خوف احنا نسميها أو ارتباك قدرنا نعدل الشوط الثاني ضغطنا أكثر مثل ما بين الفريق الثاني كان يحاول يضيع الوقت اللياقة البدنية بينت أكثر من الفريقين لكن بإذن الله المباراة الجاية راح تختلف اختلاف تام بعد ما الشباب خذوا على الفريق خذوا على المباراة خذوا على طريقة التحكيم خذوا على طريقة الملعب لكن إن شاء الله خير طلعوا جيها مبادرة طيبة وبطولة جميلة يشارك فيها يعني أعضاء وجهات من الداخلية عندنا على هذا التجمع وهذا اللعب نهاية المطاف يعني كرة قدم لابد أن يكون فيها فائز وخسران ونتمنى إن شاء الله ما حد يزعل لكن ممارسة الرياضة في رمضان هي بحد ذاتها يعني مكسب كبير أبو محمد أحمد المهندي عبد العزيز باهلي سوى معه مقابلة قبل شوي من بطولة الكأس رمضان تكلم كلام جدا جميل يعني يوم يقول لك العادة الشباب يعني بعد الفطور مثقل وقاعد في كوفي ياخذ له كوفي يتابع تلفزيون لكن البطولات هذه تشجع اللعيبه تشجع الشباب انه تحرك يتحركون تحرك دمك اولا انت قاعد تلعب لعبه انت تحبها صحيح ومحصل لك مكان وشيء مرتب صحيح تعال والعب عضلاتك وبدل ما تقعد خامل هالشكل تاكل وجالس فهذه رياضه اول شيء صحه للجسم وثاني شيء يعني تسوي شيء انت تحبه طبعا وتبعدك عن حاجات كثيره يعني أخرى يعني الرياضة دائما تبعد الإنسان عن بعض الأمور اللي يعني غير مستحبة أحيانا صحيح نعم. طبعا احنا مش بس كرة قدم يعني لابد ان اللي قاعدين في البيوت يفهمون هذا الشيء ان احنا ما عندنا بس كرة قدم في رمضان ولا البطولات كلها تتكلم على كرة القدم في بعضهم يقول انا ما احب كرة قدم او ما العب كرة قدم تحب الشطرنج في شطرنج تحب الطائرة في طائرة تحب تلعب كرة سلة روح اتحاد كرة سلة يعني أي رياضة أي شيء أنت بتسويه لو تروح حق المكان المختص بهذا الشيء بتحصلهم مسوين تجمع في رمضان ممارسة هذه اللعبة يعني اللي يحب التكواندو يروح للتكواندو وغير رمضان حتى اللي يحب السير مثلا لو يروح لوسيل بيحصل أنه مسوين لوسيل يعني شيء يخص السير ومش بس في رمضان مثل ما ذكرت محمد يعني الفعاليات والباب مفتوح حق الجميع في طول السنة يعني في كل الألعاب حقيقة يعني قطر مهتمة جدا جدا بالرياضة في كل الألعاب وأي واحد يشوف في نفسه يعني قدرة يروح حسب قدرته وحسب اللعبة الشيء اللي يحبها أو اللعبة اللي هو يحبها اللعبة اللي هو يحبها يروح موجود كل الألعاب موجودة صحيح نشوف إحنا أبو محمد وزارة البلدية والبيئة وفي ملاعب السد شو محضرين لنا اليوم مع زميلنا فتحي اليزيدي فتحي مساك الله بالخير يا مرحبا بك معنا تفضل كلمة عندك
يمسك الله بالنور وسرور ابراهيم وضيوفك الكرام في الاستوديو ومتابعينا الاعزاء في هذه الامسيات الجميله امسيات الرمضانيه اللي ما تخلو من هذه الانشطه الرياضيه اللي قاعدين تتكلمون عنها في الاستوديو. مثل ما ذكرت فعلا احنا موجودين فعلا في الملاعب الفرعيه لنادي السد لتغطيه بطوله وزاره البلديه والبيئه. الحديث اكثر عن البطوله ونظامها يقف بجوار السيد حسن ابراهيم مدير بطوله وزاره البلديه والبيئه. بدايه نرحب فيك ونمسي عليك بالخير. بما ان اول لقاء نقول لك مبارك عليك شهر، تكلمنا عن البطوله ونظامها وش اللي عندكم فيها. هذه البطوله الله يسلمك، في البدايه نشكركم على تغطيه بطوله الوزاره. هذه البطوله الله يسلمك هي البطوله العاشره. الهدف من البطوله نجمع الموظفين ويا بعض يلتقون في الشهر الفضيل وتكون جامعه خير مثل ما تشوف، والمباريات الحلوه هذه كل سنه تصير يعني ما شاء الله. كم فريق مشارك في البطوله وكم مجموعه وش نظام البطوله بشكل عام؟ مشارك 12 فريق مقسم على بلديات وقطاعات وإدارات، موزعين على 3 مجموعات، تأهل الأول والثاني من كل مجموعة وثوالث أفضل ثوالث، بحيث يكون 8 فرق في الدور الثمانية. البطولة إلى متى راح تستمر؟ إن شاء الله إلى 18 رمضان. يعطيك العافية أخوي حسن. توقعاتك سؤال آخر، توقعاتك على المستوى الفني للبطولة وشون تشوف إقبال الموظفين بشكل عام في الوزارة؟ والله التوقعات ما شاء الله اليوم المباراة قوية والإقبال ما شاء الله كل سنة أزيد عن السنة اللي قبلها تكون، والموظفين ما شاء الله كل سنة بزيادة يعني. يعطيك العافية، ما قصرت بيض الوجه حبيبي الله يرحمه. أيضا يقف بجواري سيد جابر حسن جابر أخوي جابر مدير بلدية الشحانية اللي فريقه قاعد يلعب خلفي حاليا في هذه المباراة. نرحب فيكم نسائك بخير حياك يعني. تكلمنا أولا عن مشاركتكم في هذه البطولة ونقول لكم مبارك على الشهر. تكلمنا عن مشاركتكم في هذه البطولة في بطولة الوزارة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا وزارة البلدية والبيئة متمثلة بسعادة وزير البلدية حريصة على المشاركة في هذه البطولات، وهي مبادرة طيبة، مبادرة من إدارة العلاقات العامة، بث روح المنافسة الشريفة، ويعني ان شاء الله تكون من البطولات الناجحه باذن الله يا رب. شوف حاليا فريقك خسران، فريقك فايز في المباراه الاولى الان فارق هدف. تكلمنا عن تجهيزاتكم لهذه البطوله، انتم شلون تختارون لعيبه؟ شلون تجهزونهم؟ شلون تخلونهم او تحفزونهم انهم يشاركون في هذه البطوله؟ هي تقريبا بدايه البطوله من بدايه السنه احنا حريصين على مشاركه افضل لعيبه في كل البلديات. كل بلدية يعني تختار أفضل لعيبة عندها وتستعد وتأهل وتدرب على أساس أن تكون المشاركة ناجحة. بس يعطيك العافية وما قصرت. العافية الشيخ. إذن هذه كانت تصريحات السيد جابر الجابر مدير بلدية الشحانية اللي موجود بنفسه يدعم الفريق البلدية الخاصة بمنطقة الشحانية. هذا اللي عندنا من الملعب الفرعي لنادي سد وبطولة وزارة البلدية والبيئة. الكلمة لك إبراهيم في الاستوديو. يعطيك الصحة والعافية فتحي، وفعلا يعني صورة جميلة يوم نشوف أنه من أعلى الهرم لأصغر الهرم الجميع متواجد في بطولة رمضان، الجميع يشارك يعني. كنت أتمنى أشوفه لابس بدلة ويشارك في الملعب يعني. مدير بلدية الشحانية يمكن ما يعرف يلعب، ما مدير صار مدير فريق زين. نروح لصالح عبد الله وبطولة صالح سقر، تفضل يا صالح. شكرا يا إبراهيم. معي ياسر سعيد من فريق الجالية السودانية. فزتوا في المباراة الأولى، ألف مبروك فوزكم اليوم بهدف. تشاركون 8 سنوات اليوم، أنتوا العام كنتوا وصيف، اليوم تلعبون الجولة الأولى، كيف تشوف المنافسات الفريق اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر كل الشكر لقنوات الكاس، المبادرة طوالي على طول منهم في كل البطولات في الدوحة، وهي الدينامو المحرك لكل الدولات الرياضية في دولة قطر الحبيبة. ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، وعاده الله علينا عليكم باليمن والبركات. وهذه الدورة دورة الوالد صالح صقر، نقول له كل عام وأنتم بخير وللعائلة الكريمة إن شاء الله. فدورة ما شاء الله قديمة جدا، يعني نحن مشاركين للحين يمكن 8 أو 9 سنوات في البطولة هذه. أخذنا 3 مرات البطولة وأحرزنا الوصيف 2 مرات، وهذه إن شاء الله السنة تكون من نصيبنا إن شاء الله. كيف تنظمون وقتكم في رمضان؟ استعداداتكم للمباريات؟ متى تتمرنون؟
والله طبعا اللاعبين كلهم على ارتباط في بطولات غنوات الكاس والوجبة، فالتمارين في رمضان صعبة جدا، فكنا مشاركين قبل رمضان في دورات صغيرة تمرنا وجهزنا الفريق، لكن في رمضان صعب التمارين والله لأن كل مشارك في بطولات مختلفة، فبس بنركز في يوم المباراة في البطولة المعينة بنلعب فيها. فيك إن شاء الله. أمين إن شاء الله، شكرا لك كثير، الله يسلم، الحمد لله. إذن هذا اللي عندي من أستاذ الدوحة، أرجع لك بالصوت والصورة يا إبراهيم. يعطيك الصحة والعافية، شكرا لك صالح. نشكر الرجالية السودانية على مشاركتها المستمرة في مثل هذه البطولات، يعطيك الصحة والعافية. ومحمد تفضل. شفنا الجالية السودانية أمس، شفنا الجالية اليمنية، عدة جاليات، إحنا يعني البطولات هذه والرياضة لا تقتصر فقط على المواطنين، بل الجميع، يعني المقيم والمواطن الجميع مرحب فيه يعني لممارسة الرياضة والمشاركة في مثل هذه البطولات. صحيح. بغض النظر يعني عن الجوائز والمركز الأول والثاني، ولكن حلوة اليمعة اللي تصير في نهاية المطاف. إحنا الحمد لله رب العالمين، عندنا هني في قطر ما عندنا تفرقة ولا عندنا، يعني عندنا القطري والمقيم الحمد لله كلهم يعني يلعبون رياضة في كل الرياضات وما عندنا مشكلة. في نفس الوقت يعني إحنا لازم نحرك، يعني لازم نحرك الجاليات هذه على أساس تمارس الرياضة. أصلاً قطر بلد الرياضة، أو زي ما تقول عاصمة الرياضة، فإحنا لازم نحرك الجاليات هذيلا، وفيهم الجاليات هذيلا فيهم لعيبة، يعني فيهم ناس يعني يحبون الكرة ويحبون يلعبون الرياضة ويحبون يمارسون الرياضة. وبعدين بدال الرياضة تخلي الإنسان مثل ما أقول لك يعني تخلي الإنسان في صحة وفي عافية، يعني بدال ما يروح المستشفى والمستشفى يصير فيه ازدحام، سوي رياضة وخلي المستشفى سوي فعاليات هذه، خليه يشارك يحافظ على صحته. نعم، وخلي المستشفى فاضي من الأمراض. يا سلام عليك. طبعا هذه صورة حية عندنا من بطولة الكأس الرمضانية وتعادل إيجابي بين المعمورة والدريان، وشفنا هدف وايد حلو يعني قبل شوي، يعني ما حبيت أقاطعك ومحمد، ولكن كنت أبيك تعقب على الهدف شوي، نقدر نعيده شريف؟ يعني كان في نقلة ما ينعد الهدف، ولكن يعني كان هدف جميل، كان ودي انك تشوفه ابو محمد، ولكن ان شاء الله بامانه مستوى عالي نشوفه في هذه البطوله، نشوف هدف جميل تسديد ويعني فنيات عاليه، اللعيبه اكيد ان يحضرون للمشاركه في هالبطولات. مثل ما قلت لك يعني بطوله الكاس وبطوله الوجبه دائما المستويات عاليه فيها، وحتى بطوله وزاره الدفاع او هذا الهدف كابتن. ما شاء الله، هذا هدف في حرف انا صراحه، في حرف انا يعني مو باي لاعب ترى يجيبه، وباي لاعب يعني ممكن لاعب ما يصيده، ممكن لاعب يودي والجول وراه بعد الكره وراه. نعم، هي دور كشاف عاد، كشاف اللعيبه. يعني في احيانا بعد اقول لك شيء، في احيانا الملاعب الصغيره هذه يطلع عليها لعيبه كويسين، بس توديها الملعب العود ما يقدر يسوي شيء. افا اي، في كثير لعيبه يلعب على الملاعب الصغيره، تشوفه تقول هذا بكسر الدنيا. يعني هو مهاري واحد ضد واحد، ايه في مكان صغير ضيق ممكن يمر، بس ملعب طويل ممكن انه ايه صح ما يفلح. اي في المساحات شويه تختلف، بس الصوره كابتن الملعب كبير، يعني الملعب مو بذاك الصغر، هو مش ملعب رسمي، يعني مش الملاعب يلعب فيها كره قدم، ولكن من الملاعب الكبيره. انا ما اعرف كم مقاسها، نص ملعب يعني يختلف، يعني يختلف المباريات الرسميه الكبيره تختلف في الانديه وفي المنتخبات وفي لا تختلف عن مباريات جاليات او مباريات فرجان او مباريات يعني بعد غير يوم تلعب بين ربعك وغير يوم تلعب بشكل رسمي يعني اكيد. صحيح. ولكن ممتعه بامانه هذه البطولات. احنا كان السعدي عندنا جاهز، راح نروح ان شاء الله وياكم لبطوله الوجبه، احد البطولات اللي قاعد تقدم لنا مستويات عاليه ونشوف عليها اقبال كبير يعني سنه عن سنه، ونشوف مستوى المباريات يرتفع، ونطمن على حال بطولة الوجبة مع محمد السعيد. تفضل محمد. مساك الله بالخير يا إبراهيم بالإخوان الموجودين معك في الاستديو. بطولة الوجبة يعني مستمرة، ثلاث مباريات اليوم، مباراة الوجبة والسد فاز الوجبة 2-1، ثنية والضعاين تعادل إيجابي، معيذر والشرطة للحين 0-0. طه العيساي مدير فريق معيذر راح يحدثنا عن أمور فريقه. أول شيء مبارككم على الفوز بالمباراة الأولى، عندكم مباراة ثانية الحين مع الشرطة، مباراة صعبة، تكلمنا بشكل عام مشاركتكم في البطولة هذه. الحمد لله كانت توليفة فريق معيذر تجمع بين الشباب واللعيبة الخبرة، اكتشفنا في هذه البطولة مجموعة من الشباب عندهم مهارات متميزة، فمباراتنا اليوم لله الحمد مسيطرين في الملعب، نطلب من الله التوفيق، الفريق يسوون اللي عليهم والتوفيق من الله إن شاء الله.
شلون شفت مستويات الفرق المشاركه في البطوله هذه؟ شفنا يعني السنه هذه في مستويات قويه، حتى المباريات نادر ما تنتهي بفارق كبير بالاهداف، هدف هدفين بالكثير. صحيح، كل سنه احنا كنا نتوقع ممكن نتخيل الفرقه اللي بتتاهل او توصل للنهايه، اما هذه السنه المجموعات صعبه، مجموعه اللعيبه متميزين، اكتشفنا خامات جديده من لعيبه، تفاجأنا بلعيبه جدد راح ان شاء الله يستمرون كل سنه ان شاء الله في البطوله، وراح تطلبهم افرقه كثيره في كل البطولات الرمضانيه. حفزتوا اللعيبه؟ ما يحتاج والله صراحه، هم يحفزونا ما شاء الله، التزام في الوقت، التزام في التمارين قبل المباراه بيوم، توجيهات ياخذون توجيهات المدرب بشكل جدي، لعب رجولي، والله نسال من الله التوفيق. الله يوفقكم ان شاء الله. وياك ان شاء الله يا الله يحييك يسلمك. ابراهيم، هذه الاجواء المباراه مثيره بصراحه، مباراه قويه بين الفرق، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وعندك ابراهيم في الاستديو. قواك الله محمد، وطبعا اكيد بطوله الوجبه من اعرق البطولات واكثرها يعني اقبالا، 20 سنه الحين ابو محمد وهذه البطوله مستمره الى الان. صحيح، انا مثل ما قلت لك من البدايه بطوله الوجبه ما شاركت فيها؟ لا ما شاركت فيها، بطوله محبوبه طبعا، السن ما يسمح ان انا اشارك فيها. ايش في كبار ترى يشاركون بعد؟ يعني ما الخبره، ترى دور اللاعب الخبره في الملعب مهم. المشكله عندي انا عندي الانكل جعلك ما تشوف، يعني شويه مصاب من السبب. سي مدرب يجمع لك، اكو ولدك ما شاء الله لعيب، ولدك على ربعه هاي مدرب اشراف، خلي عيالنا يلعبون. محمد ما لنا غنى عن توجيهات اهل الخبره، انتم اهل الخير الله يعطيك الصحة، تعليماتكم في عندهم مدربين وفي عندهم مشرفين وفي عندهم مدراء فريق، وإن شاء الله. الله وين عاد هالكلام عن قبل، كابتن مدير فريق ومدرب ومشرف وسبونسر، وين عن قبل؟ احنا الحين كبرنا خلاص، الحين احنا بس نشوف نوجه نقول، اذا فيه نقد بناء ننتقد، اذا ما فيه نسكت ونطالع بس يروحون. نرتاح. اي والله بطولة الوجبة بطولة جدا، أنا مثل ما قلت لك جدا ممتازة، ووايد ناس يحبونها ويروحون لها ويشوفون الحقيقة الفرق هناك، وفي لها كشافين بعد حق اللعيبة يعني من الأندية، وطلع من بطولة الوجبة وبطولة الكاس طلع منها لعيبة جدا ممتازين حقيقة يعني. جميل بمحمد، نبي ناخذك لي جولة سريعة مع سوبر جرايد وهذه البطولة التي تقام للجرايد المحلية والصحفيين اللي موجودين عندنا في دولة قطر، نشوف وياكم التحدي وين وصلت له هذه البطولة. أنا هذه البطولة الحين تقام للمرة السابعة على التوالي بطولة سوبر جرايد برعاية كيو ام بي البنك الوطني. هذه البطولة تختلف عن بطولة الصحافة الرمضانية التاسعة، لأن ما فيها لا محترفين ولا حتى أبناء ولا فيها أي حد من المتعاونين، يعني كل اللي موجودين شايفهم كبار في السن، شباب، إعلاميين، يعني إعلاميين حقيقيين ما معهم أي حد محترف. وللمرة السابعة على التوالي نعملها يعني دائما قبل الإفطار، ويشاركون فيها الشباب اللي من الجرايد ومقتصرة على الجرايد الأربعة الناطقة باللغة العربية، وهم كمان يعتبرونها بطولة إعداد للبطولة الكبيرة، يعني أهميتها كبيرة جدا. يعني إحنا دائما الصحفيين هذول يتنافسون في أرض، يعني يتنافسون على صفحة الصحف في التلفزيون في القنوات في نقل الأخبار في الانفراد بالأخبار، الآن صاروا هم يصنعون الحدث في أرض الملعب، هم اللي موجودين في أرض الملعب، هم اللي يعملون هالأحداث، يسجلون الأهداف، هم اللي يأخذون البطاقات الملونة، هم اللي يعني أنت شايف نعم المشاغبات هذه صار بينهم، ولكن يعني فرصة أنهم يلتقون بعيد عن يعني الأوراق والقلم والعمل. البطولة دي أنت يمكن بتقام يمكن بقالها أكثر من سنة، بيجمع الإعلاميين الصحفيين وخاصة الرياضيين، ما بيلاقوش فرصة طول الموسم إن هم يتقابلوا أو يتنافسوا في حاجة يعني منافسة شريفة وجو روحاني وأسري زي ده. يمكن احنا بنشوف عائلات، يعني اللاعبين بيجيبوا عائلاتهم معاهم، أطفالهم بيكونوا متواجدين، أجواء رائعة في شهر رمضان الكريم. يمكن دي أكتر من سنة، لكن الكل حريص إن هو يشارك فيها. يمكن بتلاقي حتى الأعمار، بتلاقي أعمار صغيرة وأعمار كبيرة، وكل بيحرص إن هو يكون متواجد، مش مهم مين يكسب، المهم إن البطولة تنجح ويكون الالتقاء ده متواجد ومستمر على طول بصفة مستمرة إن شاء الله من موسم لموسم.
كفايه التجمع بتاعنا وان احنا نتعرف على بعض. كل سنه بيبقى في ناس جديده اتغيرت في الجرايد فبنتعرف على بعض. كان بس السنه اللي فاتت نفس الفريق احنا تعادلنا معاه تاني ماتش، فكان ماتش صعب علينا ان احنا نبدا معاهم وكنا لازم نكسب عشان نكمل في البطوله، والحمد لله يمكن جبنا جون وبعد كده هم تعادلوا، بس الحمد لله قدرنا نخلص في الشوط الثاني ونجيب التغييرات بتاعه المدرب بتاعنا ربنا يبارك له يعني، فقدرنا نكسب. جميل يوم نشوف ربعنا الصحفيين اللي يتنافسون في الميدان على الصحف وعلى الأخبار الصحفية. اليوم مثل ما ذكر علي حسين طبعا مدير البطولة، اليوم هم اللي يصنعون الحدث في هذه البطولة، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. وحلو يوم نشوفهم يعني خارج الإطار الرسمي ونشوفهم يلعبون كرة مع بعضهم البعض. أحيانا نحن يعني الصحفي يتصل فينا ولا شيء ويسألنا عن آرائنا كذا في المباريات، في أحيانا ما نشوفه ما نعرفه بس من صوته، من صوته ومن اسمه نعرفه، لكن حلو ان احنا نشوفه في الملعب ويلعب ونقول هذه فلان اللي كان كذا وهذه فلان اللي كان كذا. حلو حتى الصحفي وهذه من جريدة كل يوم يبيع عياله بسرته نتعرف عليهم ونشوفهم. صحيح صحيح، بادرة طيبة طبعا لجرايد قطر، ونشكر علي حسين على مدير البطولة على هذه الفكره وعلى تطبيقها يعني في ارض الميدان. وفي نفس الوقت يتنشطون رمضان كريم. رمضان كريم حلو اليوم علي الصير، اقول لك هم طول السنه يعني مثل ما ذكرت يتسابقون على الاحداث الرياضيه والاحداث يعني في قطر، واليوم احنا نجمعهم يعني ونخليهم يمارسون الرياضه مثل خارج الملعب والحين داخل الملعب هم يصنعون الحدث الحين يعني. جميل ابو محمد، نتكلم معك بشكل سريع عن ذكرياتك مع البطولات الرمضانية، وين كنت تشارك يعني أكثر البطولات اللي شاركت فيها، شلون كانت مستويات البطولات في الأيام قبل؟ والله قبل تعرف احنا أنا من بطولة لبطولة يعني أخلص من هالبطولة أروح ألعب في هذه البطولة الثانية. وكنت تلعب في النادي؟ اي كنت العب في النادي. هذه البطولات كابتن يعني هاي بطوله صالح صقر اللي تشوفها انت يعني هذه احد البطولات اللي هاي في السبعينات لها مكان في قلبك. نعم وحتى نعم. المكان اللي يقام فيها البطوله استاد الدوحه طبعا الذكريات الجميله في استاد الدوحه. اكيد اكيد يعني استاد الدوحه حقيقه لعبت اغلب عمري يعني على هذا الاستاد، واكثر تمارين تمرنت على هاي الاستاد استاد الدوحه، واكثر مباريات يعني ضد المباريات الأجنبية لعبتها على استاد الدوحة حقيقة والحمد لله. لكن بالنسبة للدورات الرمضانية هذه احنا كنا اقول لك انا كان ملابسي في السيارة، اطلع من دورة اروح لدورة ثانية وملابسي في السيارة في نفس اليوم، في نفس اليوم العب لي يعني في دورتين في نفس اليوم. ما يطيح المستوى؟ لا لياقة بدنية. الحين فصلوا الوجبة على الكاس. ايه. وكان معنا ابو محمد مدير التسويق للبطولة ما خاب ظني. يقول لك احنا فصلنا الكاس والوجبة، يعني اللي يشارك في الكاس ما يشارك في الوجبة على اساس انه ما يجينا تعبان، نبي مستوى عالي احنا بعد. ما كان الكلام موجود قبل. لا لا الاول شوف الاول يعني الكل يلعب ما في مشكلة. الكل يلعب. نعم والموهبة هي تبرز نفسها يعني، الموهبة كل من يبغيها، الفرق يتسابقون عليها. يعني وحتى الحين اللاعب الزين كل فريق يبغي يجربه له على اساس انه يحسن من مستوى الفريق وانه يجيب البطوله او ينافس على البطوله. لله الحمد يعني مثل ما ذكرنا قطر سباقه في الرياضه، لذلك طبعا نشوف كل الفرق اليوم المستوى العالي ابو محمد اللي قاعد تطلع فيه البطولات هذا دليل على انه في تحضير واعداد وتجهيز للعيبه. خارج أوقات رمضان يعني أو برع أوقات رمضان في باقي السنة يعني الملاعب متواجدة، الأندية متاحة ومفتوحة، الملاعب اللي في الفرجان لله الحمد كل فريج احنا عندنا نعم. حديقة وعندنا ملعب نعم. وسبحان الله أبو محمد لو تاخذ سيارتك وتمر أي وقت من اليوم على أحد الملاعب هذه تحصل فرق قاعد تنافس وحجوزات وحزوم ملعب ويلعبون هاي تحضير، لذلك احنا نشوف اليوم ان في رمضان وقت التجمع الرسمي نشوف ان المستوى شيء عالي. انا رحت الملاعب هذه ولعبت في الملاعب هذه في الفرجان يعني لحد اول العام انا كنت العب مع يعني يقول لك تعال شارك معنا تقول لي العين كلب محمد نبيك الحين معنا مدرب. انا وقفت والسبب هالشكل يعني انا عصيت على نفسي شوي زياده لان الانكل عندي تعبان من زمان من السبعينات
من يوم البطولة اللي عندنا هني، فوقفت قلت أحسن شيء. بس كنت تلعب في الفرجان؟ لعبت في الفريج إيه، لعبت في الفرجان، لعبت والحين يعني حتى لفترة أقول لك بسيطة من سنتين وأنا كنت أمارس يعني ألعب، أروح ألعب يعني في الأسبوع 3 تمارين، أروح مثلا تمرينين تمرين اللي أقدر عليه. وين فريج كنتوا؟ لا أنا في الهلال. عندكم ملعب هناك؟ الحمد لله الحمد. هاي اللي نتكلم عنه احنا، ان احنا كل فريج احنا في قطر عندنا الملاعب المجهزة لممارسة الرياضة، ممارسة كرة القدم، عندنا ملاعب السلة، عندنا الحدائق المختلفة، والله يديم علينا ان شاء الله هذه النعم الكثيرة. وجولتنا الأخيرة راح تكون ونذكركم فيها طبعا لبطولة الكأس وملاعب سباير المعمورة والجريان وتعادل إيجابي هدف لهدف. المباراة الجاية راح تكون ربما من أقوى المباريات، الوجبة في مواجهة قناة الكأس إن شاء الله راح تكون المباراة بعد هذه المباراة. والدعوة عامة، الدعوة مفتوحة، الملاعب سباير هي جنب فلاجو، أي واحد قريب ممكن أن يحضر، الكوفيات، المطاعم، كل شيء موجود يعني، والأجواء الحمد لله كلها طيبة. من أعرق البطولات وأجملها بطولة صالح صقر اللي تقام على استاد الدوحة واللي لها أكيد ذكريات جميلة، ونشوف منافسة بين الجاليات، وأتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع في هذه البطولة. عندنا بعد من استاد السد والملاعب الخارجية طبعا بنادي السد وبطولة الضباط والأفراد وبادرة طيبة للم الجميع والمنافسة في هذا الشهر الفضيل. وأيضا عندنا وزارة البلدية والبيئة والملاعب الخارجية أيضا بنادي السد، وما زالت المباريات مستمرة، أي واحد ممكن قريب من هذه الملاعب ممكن أنه يدش ويشوف الأجواء في شهر الخير وشهر الفضيل، ممكن يحضر يشوف المستوى، ممكن يحضر إن شاء الله يشارك السنة الجاية يجمع له فريق. ومحمد طبعا ما لنا غنى عن خبرته كمدرب يعني ممكن يستعين فيه. والله أنا يسمحوا لي يعني كتدريب ما في بعد، أنا عصبي وإذا دخلت الملعب وأدرب فريق وواحد ما يلعب زين ولا شيء ممكن أعصب عليه ولا شيء، فخلوني أنا على جنب. يا مرحبا أبو محمد، احنا تشرفنا طبعا بوجود ماجد الصايغ لعب منتخبنا، أصغر لاعب كان في منتخبنا الوطني ونادي العربي، بيض الله وجهك يا أبو محمد، احنا سعداء وتشرفنا فيك يعني. الله يعطيكم، استمتعنا معك. الله يعطيكم الصحة والعافية، وأنا اللي سعيد جدا أن أكون معكم في قناة الكاس، وقناة الكاس هذه قناتنا ما يحتاج يعني. يا مرحبا بك، مكانك يا أبو محمد. الله يسلمك، الله يعطيك الصحة، وأنا حاضر في أي وقت يعني. يعطيك الصحة والعافية، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. أكيد موعدنا غدا بنفس التوقيت، وتغطيتنا ما زالت إن شاء الله مستمرة لدورات رمضان في هذا الشهر الفضيل، والله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. أترككم في حفظ الله ورعايته، ومع السلامة.